مجمع إنجي برايم الموجود في حي كاشوستو في مدينة طرابزون يعتبر مجمع إنجي برايم من أضخم وأرقى المجمعات اللي موجودة في هذا الحي. يحتوي على 600 وحدة سكنية، 9 أبراج، كل برج موجود 17 طابق، في كل طابق موجود 4 شقق، شقتين 3 غرف صالة وشقتين 4 غرف صالة في كل دور. مساحات كبيرة وشاسعة بالنسبة للشقق. المساحات بالنسبة لأربع غرف صالة 220 وثلاث غرف صالة 190 متر مربع. لو تلاحظوا تقسيمة الأبراج جاية على شكل دائري، وفي الوسط موجود الخدمات العامة. 9 أبراج مكتملة من ضمن الخدمات اللي موجودة زي ما انتم شايفين، في ألعاب أطفال بالإضافة إلى الجلسات العائلية، وما ننسى أيضا موجود تحت المكان اللي أنا فيه الخدمات 3 أدوار مواقف مغلقة بالإضافة إلى المواقف المفتوحة. الخدمات المشتركة أو الخدمات العامة زي ما انتم شايفين قسم خاص بالنساء وقسم خاص بالرجال، اللي هو صالة الفتنس، سونا، حمام تركي بالإضافة إلى الصالة الرياضية، الحمام، السباحة المغلق مشترك يوم للنساء ويوم للرجال. بالنسبة للموقع المشروع، المشروع يقع زي ما قلت لكم في بداية الفيديو أنه في حي كاشستو الكائن في مدينة طرابزون مقابل جواهر مول، منطقة مرموقة وراقية حيوية الخدمات اللي موجودة فيها. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، الشقة ومساحتها وإطلالتها، خلوكم معنا. هذا هو المدخل العام للبناية، يميننا ويسارنا لو تلاحظوا موجود دواليب خاصة بالبريد. موجود عندنا فتح الباب الرئيسي بالأرقام السرية، وأيضا عندنا ببصمة الوجه. نتوجه إلى الداخل. حاليا احنا في المنطقة الداخلية زي ما انتم شايفين، موجود مصعدين في كل بناية، وأيضا كاميرا مراقبة موجودة على مدخل المصعد. تعال مع بعض نطلع نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. وصلنا مع بعض الدور 16. زي ما انتم شايفين في كل دور موجود 4 شقق، شقتين أمامية 3 غرف صالة وشقتين خلفية 4 غرف صالة. الشقة اللي بنصورها 3 غرف صالة، مساحتها 190 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. وصلنا يا جماعة الخير الدور 16، شقة 3 غرف صالة مساحتها 190 متر مربع. المجمع هذا معروف بالفينشينج تبعه، يعني الأبواب والمواد المستخدمة من سيراميك، بالإضافة إلى أنه يمين المدخل على طول موجود دولاب خاص بالأحذية والعبايات مرتبة ومنظمة، واجهتها مراية. يسارنا عنده هنا دولاب خاص بالتمديدات التدفئة. نتوجه مع بعض إلى الصالة. شوف مساحة الصالة كبيرة جاية على الطول أول ما ندخل من المدخل، إطلالة كاملة على البحر، واجهة زجاجية بالكامل، وإطلالة مميزة على الطبيعة وعلى البحر أيضا، يعني شيء رائع جدا. وانت قاعد في الصالة بتشوف هذا المنظر. ما ننسى أيضا وجود التدفئة المركزية في كل أنحاء الشقة، ديكورات سقفية في الصالة وفي الممرات، الأرضيات باركيه ألوان متناسقة مع لون الجدار الأبيض.
نيجي هنا على الكوريدور. الكوريدور زي ما قلت لكم سيراميك بلون البيج الى البني، ديكورات سقفية بنارات ليد. بجوار الصالة عندنا المطبخ. لو تلاحظوا المطبخ جاي قسمين، قسم على اليمين وقسم على اليسار. المواد المستخدمة مميزة جدا، ممتازة، درجة أولى، نوعية راقية وذات كواليتي رائع. يميننا عندنا أماكن الأجهزة الكهربائية، الثلاجة والميكروويف والفرن، ويسارنا عندنا غسالة الصحون مع الفرن، يعني جهتين المطبخ الدواليب راكبة. المنطقة اللي أنا فيها هذه منطقة خاصة بمنطقة السفرة، نقدر نحط طاولة سفرة وتكون إطلالتها أيضا إطلالة الرائعة هذه على البحر وعلى الطبيعة. يعني وجبة الفطور، الغداء والعشاء أيضا بهذه الإطلالة الرائعة. نتوجه مع بعض إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والغرفة رقم 1. عندنا الواجهة الزجاجية أيضا مزودة بالزجاج الشرائح، وإطلالة البلكونة جاية إطلالة بانورامية على البحر وعلى المجمع وعلى الطبيعة، يعني إطلالة كاملة على المدينة وعلى البحر. مساحة البلكونة نقدر نقول إنها تقريبا جاي 2.5 متر في 3.5. نقدر نستغلها كغرفة أيضا، غرفة إضافية أو جلسة مميزة. تمديدات التلفزيون موجودة أيضا في البلكونة. نتوجه إلى الغرفة الأولى. الغرفة الأولى هذه زي ما قلت لكم لها مخرج البلكونة أيضا، وإطلالتها من الجنب على الطبيعة وعلى المجمع. مساحتها رائعة، ما نقدر نقول أنها صغيرة أو كبيرة، مساحة متوسطة جاية 3.5 × 4.5 تقريبا مساحة الغرفة. نطلع من الغرفة نتوجه إلى تفاصيل باقي الشقة. عندنا هنا دورة المياه رقم 1 بنظام أرضي، ولنا حرية الاختيار العميل إذا يبغى يقلبها إلى دورة مياه كلوزيت الأفرنجي. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية، مروش ومكان خاص بغسالة الملابس والمغسلة والكلوزيت. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة رقم 2 مقابل اللي هي بجوار غرفة رقم 1، مساحتها تقريبا مساوية للغرفة رقم 1. نجي هنا إلى غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية الدريسنج روم، هذه المساحة اللي انت شايفينها مساحة خاصة بغرفة النوم الرئيسية، نقدر نحط السرير في هذه الجهة ومنها إلى الدريسنج روم. الدريسنج روم جاي قسم لحاله، باب يتسكر ويصير مكان خاص بدواليب أو أرفف نقدر نستغلها بغرفة تغيير الملابس، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر. تعالوا مع بعض نشوف البلكونة الخاصة بغرفة الماستر وإطلالتها. هذه البلكونة الخاصة بغرفة الماستر مساحتها صغيرة، أصغر من البلكونة الأمامية، بس إطلالتها كمان مميزة، إطلالة على الطبيعة وجزئية على البحر. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في الدور 16 في مجمع إنجي برايم، مساحتها 190 متر مربع. أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية، والتفاصيل والأسعار موجود أيضا في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.